أعزائي المشاهدين، نحن الآن أمام برج إيفل في باريس في فرنسا. برج إيفل من أهم المعالم التاريخية ليس فقط في فرنسا بل في العالم كله، وهو وجهة سياحية كبيرة ووجهة سياحية تستقطب العديد من السواح سنويا من كافة بلدان العالم. برج إيفل طوله تقريبا 330 متر، ليس بأطول بناية في العالم، لأن أظن أكبر بناية في العالم هي برج خليفة. أظن أنه وهو مبني من الحديد، وكمية الحديد التي تم بناء برج إيفل بها أظن تقريبا أكثر من 10,000 طن. وللمعلومة، كل الحديد الذي تم استعماله لبناء برج إيفل تم جلبه من الجزائر. نعم، كل الحديد الذي تم استعماله لبناء برج إيفل تم جلبه من الجزائر، من الدولة الجزائرية. وتسمية برج إيفل بإيفل هي تكريما لغوستاف إيفل. غوستاف إيفل هو الشخص والمهندس الذي قام بإعادة ترميم برج إيفل بعد 20 سنة من تدشينه، حيث أنه بعد 20 سنة كان من الممكن أن يتم هدمه، لكن غوستاف إيفل المهندس الشهير الفرنسي قام بترميمه، لذلك تكريما له تم تسمية برج إيفل بالتسمية التي نناديه بها كلنا، وهي برج إيفل. كما تشاهدون كمية الأشخاص التي تأتي يوميا، اليوم هو الأحد لكن كامل أيام الأسبوع يأتي السواح لمشاهدة برج إيفل. وفي الحقيقة برج إيفل هو عبارة عن مطاعم، عن مرافق، يعني حين يأتي المسافر يصعد كامل برج إيفل، يمكنه الصعود حتى القمة هناك ويكون المنظر جميل، وكذلك يجد المقاهي ويجد المتاحف ويجد المطاعم في برج إيفل. والمعلومة أيضا أعزائي المشاهدين، فإن برج إيفل يتحرك. نعم نعم، لمن صعد برج إيفل يفهم كلامي بأن برج إيفل بفعل الريح فهو يتحرك بضع السنتيمترات، لكن طبعا ليس هناك خطر على الأشخاص وعلى المسافرين الذين يصعدون برج إيفل. برج إيفل ولارك دو تريومف يعتبران من أهم المعالم السياحية ومن أهم الوجهات السياحية للسياح والمسافرين في مدينة باريس وفي فرنسا. ليس ببعيد عن برج إيفل هنالك ترون لابلاس دو تروكاديرو، مكان التروكاديرو هو أيضا مكان سياحي بامتياز. على هذه الصور الجميلة أعزائي المشاهدين أترككم وأتمنى لكم فرجة ممتعة لهذا الفيديو. أتمنى أن تكونوا استمتعتم بالفيديو وبالمعلومات التي تحدثنا عنها عن برج إيفل.
أتمنى أن تكونوا أيضا استمتعتم بمشاهدة كامل فيديوهاتنا على صفحتنا على اليوتيوب. السلام عليكم.